السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم شباب بقناة سمار القمر. حلقتنا اليوم شباب راح تكون عن أقوى خمسة بطاقات من حيث الاستخدام بكلاش رويال. يعني بهاي الحلقة راح تشوفوا أكثر خمسة بطاقات مستخدمة بكلاش رويال، من يعني أقوى البطاقات من حيث الاستخدام ومن حيث القوة. يعني هلا بيجي واحد وبيقول لي مثلا المركز الثاني بطاقة ضعيفة، كيف هي بالمركز الثاني؟ يعني هدول ترتيب مو من حيث القوة، من حيث الاستخدام. يعني هاي البطاقة أكثر شيء العالم عم تستخدمها، لهيك راح تكون بالمركز الثاني. وطبعا الترتيب مو من عندي، من عند الشركة، من موقع الشركة الرسمي. أنا ما في شيء من عندي، يعني مشان ما تقول اللي عم تحكي من عندك أو ترتب من عندك، هالترتيب من عند الشركة. وقبل ما ننتقل على البطاقات يا شباب، اشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، وفعل التنبيهات ليوصلك كل جديد، يوصلك كل المقاطع اللي عم نزلها، وحط لايك للمقطع إذا عجبك، وأنا متأكد المقطع رح يعجبك. خلينا نوصل هذا المقطع يا شباب 5000 لايك، وهلا خلينا نبدأ. وأول بطاقة يا شباب وبالمركز الخامس، وهي الدارك برينس، يعني أمير الظلام. فعلا يا شباب بطاقة كتير قوية حاليا، يعني عم تشوف كتير عالم عم تستخدم هاي البطاقة. في عم تستخدمها مع تشكيلة البيكا بالإضافة لتشكيلات البانديت، في كمان عم تستخدموها مع الجولم ومع الهوك، كمان عم شوف تشكيلة للبرينس بالإضافة للدارك برينس. يعني حاليا في له استخدام، لكن استخدامه ما راح يكون كتير لأنه هو بالمركز الخامس. مثل ما قلت لكم بطاقة كتير قوية، لكن لحد الآن كمان الشركة ما يعني ما قوت البطاقة ليزيد استخدامها ولا ضعفتها ولا سوت لأي شيء. لحد الآن على ما أظن البطاقة مثل ما هي، ليش زاد استخدامها ما بعرف، لكن نزل تشكيلات وبهاي التشكيلات نزل معها الدارك برينس، وبطاقة كمان كتير قوية مع الهوك بالإضافة كمان مع الباندت ومع البرينس العادي. يعني في تشكيلات كتير لهاي البطاقة. وهلا خلينا نشوف المركز الرابع. وبالمركز الرابع يا شباب، وفي عنا بطاقة عصابة الغول. فعلا يا شباب بطاقة كتير قوية، حتى بعد ما ضعفوها وقللوا واحد من عصابة الغول، وهلا كمان بهذا التحديث كمان ضعفوا سرعة الضرب تبعهم أو ضعفوا الدمج تبعهم. مع هيك البطاقة بالمركز الرابع من حيث الاستخدام، وبطاقة كتير قوية، وتقريبا مع أغلب التشكيلات فيها عصابة الغول، مع الهوك مع الجولم مع اللافا مع يعني أي تشكيلة تانية بتلاقي عصابة الغول، وقليل كتير لتشوف واحد ما عم يستخدمها. يعني كنت متوقع تقريبا تكون مركز الثاني مركز الأول، لكن بالمركز الرابع لأن الشركة ضعفتها لهيك يعني صارت بالمركز الرابع. ممكن كمان لو الشركة مو ضعفتها ولساتها مثل قبل، أنا بتوقع تكون بالمركز الأول أو الثاني، لأنه بطاقة كتير قوية. يعني بتكلفة 3 إكسير رح يكون في عندك 3 غيلان الربح بالإضافة للغيلان العاديين، يعني بطاقة كتير قوية. ومثل ما قلت لكم تستخدم مع كل التشكيلات، يعني مو كل التشكيلات، مع أغلب التشكيلات بتساعدك بالدفاع وبالهجوم وضد أي بطاقة. وهلا يا شباب خلينا نشوف البطاقة الثالثة. والمركز الثالث يا شباب عنا بطاقة الباندت. يعني حاليا يا شباب عن جد، يعني مثلا وقت تهجم كل 3 هجمات بيطلع لك خصمين معهم باندت أو خصم واحد بيلعبوا بتشكيلة باندت. عم تشوف في تشكيلات كتير للباندت، في تشكيلة مع 3 ماسكتير مع البيكا، بالإضافة في عنا تشكيلة مع النايت ويتش والجولم الجليد، هي تشكيلة جديدة على ما أظن للباندت. وفي عنا كمان تشكيلة خاصة بالباندت مع الدارك برينس، وبالإضافة في تشكيلات مع الهوج، وفي تشكيلات مع الجاينت، وفي تشكيلات مع الميجا نايت. يعني الباندت حاليا كتر استخدامها بكلاش رويال بعد ما قووها، يعني من قبل كانت ضعيفه كتير اول ما نزلت، لكن الشركه قوت البطاقه وقوتها كتير، صارت اقوى من قبل بكتير، وصارت كل العالم تستخدمها، وصارت بالمركز الثالث من حيث الاستخدام. يعني كنت متوقع مثلا تكون بالمركز الثاني، لكن هلا رح تتفاجئوا بالمركز الثاني مين هي البطاقه. وهلا خلينا نشوف المركز الثاني. والمركز الثاني يا شباب، وعنا بطاقة شاهد القبر. بطاقة شاهد القبر حاليا عن جد عم تستخدم مع أغلب التشكيلات، مع الجولم مع اللافا مع تشكيلة الجاينت، مع يعني أغلب التشكيلات بتحسن تحط فيها شاهد القبر. بتساعدك بالدفاع كتير ضد أي بطاقة، بتساعدك ضد الهوك خصوصا، يعني وقت يزتاق الخصم هوك رح تصده بشاهد القبر، وكمان بتساعدك مثلا ضد الجاينت العادي بتحسن تسحبه، يعني ضد أي بطاقة. ما رح أشرح لكم بالتفصيل عن هاي البطاقة. كمان بتحسن تصد فيها الفرن إذا كان مع الخصم فرن، رح تساعدك كتير
يعني سبق وشرحت لكم عن هاي الشغله كيف تصد الفرن ببطاقه شهد القبر وبطاقه كتير قويه، والشركه ما ضعفتها يعني ضعفت بس سرعه الانتاج تبعها، لكن مع هيك ما اثر عليها وظلت بطاقه قويه، وحاليا يعني بالمركز الثاني عم استخدمها، ويعني حاليا اغلب التشكيلات فيها شهد القبر، ومثل ما قلت لكم بطاقه كتير قويه. وهلا خلينا نشوف البطاقه المركز الاول، وفعلا يا شباب تستحق المركز الاول. ويلا والبطاقة بالمركز الأول يا شباب، ومثل ما شايفين بطاقة الهوك، فعلا بطاقة كتير قوية، كانت قوية كتير، لكن ما بعرف إذا بتتذكروا الشركة ضعفتها، ومع هيك ظلت من أقوى البطاقات. وبتلاحظوا حاليا يعني الأوائل على العالم بيستخدموا بطاقة الهوك، كل يعني أغلبية المحترفين بيستخدموا بطاقة الهوك. بطاقة الهوك ما يعني بطاقة مثلا إنك فورا بتحسن تلعب فيها، بدأ احتراف لتحسن تلعب بطاقة الهوك، وقت يجي خصم معه هوك عن جد بكرهك باللعبة، يعني بتلاقيه فورا رح يجننك، شوي بزد هوك من هون شوي من هون، ما بتعود تعرف تصد بطاقة الهوك، وبيدافع وبيهجم بيدافع وبيهجم. بطاقة كتير قوية، تكلفتها 4 اكسير، وحاليا يا شباب اغلب التشكيلات فيها بطاقة هوك، يعني تشكيلات هوك، في تشكيلات خصوصية، في تشكيلة هوك مع جولم جليد، يعني ما رح اشرح لكم تشكيلات، لكن رح اشرح لكم يعني عن بعض التشكيلات، في مع الثري ماسكتير مع جولم جليد مثل ما قلت لكم، بالاضافة حاليا في تشكيلة مع العملاق، يعني بتلعب بعملاق بالاضافة للهوك، وكمان حاليا عم شوف تشكيلات للهوك مع الميجا نايت او البيكا، يعني بتحسن الدافع بالبيكا وبتهجم هجوم مرتد بالهوك، اذا طبعا الخصم اذا هجم لك هجوم قوي بالجولم او شيء بيكون في عندك البيكا دفاع، وبتحسن تهجم بالهوك، يعني فقط بتهجم بالهوك وبتدافع بالبيكا، بالاضافه في عندنا تشكيلات مع الميجا نايت، طاقه كتير قويه وبتستحق تكون بالمركز الاول، وان شاء الله يعني قريب بدي اطور الهوك وصير العب فيه لانه بدي ارفع كؤوسي، لكن عن جد ما عم العب اللعبه كتير. وكمان بطاقه الهوك من اقوى البطاقات بتحدي تيش داون تشالنج اللي هو الاثنين ضد اثنين اللي نزل اخر شيء، فعلا راح تساعدك كثير بهذا التحدي، كمان بتساعدك بالاثنين ضد اثنين وبتساعدك برفع الكؤوس بشكل كبير، يعني اذا كان بطاقه الهوك عندك ليفل 9 ليفل 10 متاكد توصل اذا بين ال 4000 وال 5000 كاس، طبعا اذا كنت محترف الهوك، الهوك بده احتراف، مو اي شخص بيحسن يلعب بطاقه الهوك لانه بده فيكم تقولوا انه تكتيك لحتى تحسن تفوز على الخصم، تشوف الخصم شو عم يلعب، كيف راح تستغل الفرصه لحتى توصل الهوك، وتشوف كيف بدك توصل الهوك على البرج تبع الخصم، تشوف الخصم مثلا اذا كان معه شهد القبر كيف راح تلعب، اذا كان بيلعب باللافا انك تدافع بعدين تهجم، بيلعب بالجولم كمان تدافع بعدين تهجم، في تشكيلات كتير. وان شاء الله يا شباب الشركه ما تضعف بطاقه الهوك، لانه عن جد باغلب الاحيان بتشوف البطاقه المستخدمه اكثر شيء وبتروح بتضعفها، ليش ما بعرف، ان شاء الله ما تضعفها اكثر من هيك لانه بطاقه كتير قويه، وبطاقه بحبوها اغلب لاعبين كلاش رويال وبيستخدموها اغلب لاعبين كلاش رويال. وهيك يا شباب بنكون شرحنا عن اقوى خمسه بطاقات من حيث الاستخدام، يعني اكثر خمسه بطاقات استخداما بكلاش رويال. ولهون شبابكم وصلنا لنهاية حلقتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، ولا تنسونا من اللايك وشير وسبسكرايب، كان معكم سبايدر من قناه سبايدر جيمر، بيس.